خد بالك ان من اهم الامور التي ينصح بها الاطباء النفسيين او علماء الصحه النفسيه ان يكون لك مفكره او دفتر كده مثلا صغير بتكتب فيه النعم التي عندك، عشان لما يمر بيك موقف طارئ مثلا في حزن، ولا مر بيك مثلا ابتلاء ولا شيء، تقول الله طب انا الحمد لله انا اولادي حواليا، عندي بيتي، عندي سيارتي، عندي عملي، عندي صحتي، عندي كذا. يبقى على الاقل اكتب في هذا في هذه المفكره ولا هذه المذكره ما لا يقل عن 30 نعم. وان تعد اصلا واحد يقول 30، ايوه، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. اكتب من ضمن النعم ده انا قادر على ان انا اتنفس، ده في ناس ما بتقدرش تاخد نفسها، ده انا قادر على ان ارى بعيني، في ناس لا تبصر، في انا قادر على ان اقرا في كتاب الله، ده في ناس لا تستطيع القراءه، انا قادر على ان اسمع في ناس ما بتسمع، انا قادر ان امشي في ناس، وهكذا. صح ولا لا؟ يبقى ده اسمه الامتنان، ان تمتن لله سبحانه وتعالى وتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الايه النعم، وان تتفكر فيها، لان الانسان احيانا بيطغى حينما يستغني عن الله عز وجل. فالتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى دي من اكثر الامور التي يكون بسببها الانسان شاكر الله عز وجل، ده من ناحيه الدين ومن ناحيه الشكر لله، وحتى من الناحيه الصحيه ومن الناحيه النفسيه تبعد عن الانسان الكثير من الامراض النفسيه وعلى راسها مرض الاكتئاب. انت مكتئب ليه يا عم؟ في ناس كده بتكتئب منها نفسها، مكتئب ليه؟ عشان عندك شويه حزن، ولا عندك مشكله بسيطه، ولا عندك مشكله في عمل، ولا مشكله في رزق، ولا مشكله في عيل، ولا مشكله في زوجه. طب ما تشوف النعم الاخرى التي عندك، صح ولا لا؟ عشان كده بنقول دفتر الايه او مفكره النعم، لما يكون عندي موقف اقرا هذه النعم. والمفروض اصلا العلماء ينصحون بها، لما الطب النفسي يعني يقول لك لازم تقراها يوميا، تشوفها كده يوميا عندك، خليها عند جنب السرير في المكان اللي انت بتحط عليه مثلا اي شيء جنب حينما تنام، لما تستيقظ، عشان ما انت بتقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره، وهكذا. فتقرا هذه النعم فتستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. قال ربنا سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. شوف، مش كافر، كفار. كفار هنا يعني كافر بنعم الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لربه لكنود، يعني جحود بنعم الله عز وجل. واحذر ان تكون من هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون.